في حلقة النهاردة هنقول لكم عن المحافظات اللي ظهرت فيها النتيجة والمحافظات اللي لسه ما ظهرتش فيها لغاية دلوقتي، وهنقول لكم أيضا موعد نتيجة الشهادة الإعدادية لباقي المحافظات. قبل ما نبدأ حلقتنا، اللي مش هيعرف يجيب النتيجة بتاعته ويكتب اسمه ورقم الجلوس في الكومنتات وبإذن الله نقدر نساعده، وطبعا محتاجين متطوعين زي ما عملنا في الفصل الدراسي الأول يساعدوا معانا علشان التعليقات بتكون كتير جدا، فياريت لو حد يشارك معانا ويشوف التعليقات ويشوف الناس وهي كاتبة أرقام الجلوس ويبدأ يساعد معانا ويتفاعل ويجيب النتيجة للناس، ولكم جزيل الشكر. السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الخلاصة. حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا، اتمنى من الجميع مشاهدة الفيديو للاخر، بس ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان دايما يوصلكم كل جديد، وطبعا لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. انا جاي في حلقتنا النهارده هنكلمكم عن متابعه نتائج الشهاده الاعداديه للفصل الدراسي الثاني 2022. طبعا كلنا عارفين ان الطلبه واولياء الامور عايشين في حاله من القلق والتوتر بسبب انتظارهم نتيجه الشهاده الاعداديه. خد من الحال ربنا يكون وشك إن الشهادة الإعدادية هي اللي بتحدد مصير الرحلة التعليمية، سواء كان الطالب هيلتحق بمدرسة الثانوية العامة أو لا. ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل بشكل كبير جدا من الطلبة وأولياء الأمور، خاصة بعد ظهور النتيجة في أغلب المحافظات. في حلقة النهاردة هنقول لكم عن المحافظات اللي ظهرت فيها النتيجة والمحافظات اللي لسه ما ظهرتش فيها لغاية دلوقتي، وهنقول لكم أيضا موعد نتيجة الشهادة الإعدادية لباقي المحافظات. ازيكم يا طلبة وطلبات الصف الثالث الاعدادي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ولا اقول لكم ازيكم يا طلبة الثانوية العامة باذن الله. طبعا في البداية احب اقول لكل الناس اللي جابت النتيجة الف الف مبروك، واتمنى تكونوا كلكم حققتوا احلامكم او حققتوا جزء من احلامكم المستقبلية باذن الله. والناس اللي لسه ما ظهرتش عندها النتيجة باذن الله ربنا يطمنكم وتجيبوا اعلى درجات، وباذن الله ايضا تلتحقوا بالمدارس الثانوية العامة. المحافظات اللي ظهرت فيها النتيجه الجيزه وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وبورسعيد، ونتيجه القليوبيه هتظهر في منتصف الاسبوع القادم، وبالنسبه لباقي المحافظات في بعض النتائج هتظهر اليوم، وطبعا باقي المحافظات هيكون تدريجيا بدايه من الجمعه والسبت والحد لغايه ما تنتهي نتائج الشهاده الاعداديه. طبعا في حاله ظهور اي تفاصيل جديده او اي محافظ يعتمد النتيجه باذن الله هنبلغكم فيها اول باول، لكن ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان دايما يوصلكم كل جديد، وطبعا هنسيب لكم روابط نتيجة الشهادة الإعدادية في صندوق الوصف تقدروا من خلالها تعرفوا النتيجة قبل أي حد، يعني من خلال اللينك اللي هنسيبه لكم في صندوق الوصف بننزل فيها التحديثات أول بأول لجميع المحافظات، بمجرد ما بيعتمد النتيجة من المحافظ بيتم الإعلان عنها في اللينك اللي هنسيبه لكم دلوقتي حالا. أنت بتتكلم جد؟ والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. معانا تقرير مهم جدا عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022، تعالوا بينا نشوفه ونرجع لكم تاني. اعتمد محافظ الجيزة يوم الخميس الماضي نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.6%، بلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 92 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وكان قد اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 بنسبة نجاح 78%، وذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب المحافظ ومحمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية. وفي نفس السياق اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط صباح يوم الاثنين الماضي نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني من العام 2021-2022، حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب 72.37%، وبلغ عدد المقيدين 30.361 طالب وطالبة، بلغ عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات 29.695، نجح منهم 21.491 طالب وطالبة. وأعلنت محافظة بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية مساء يوم الثلاثاء بنسبة نجاح بلغت 83.5%. واعتبر الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم منذ ساعات قليله نتيجه الشهاده الاعداديه للفصل الدراسي الثاني 2022، حيث بلغت نسبه النجاح 73.35% على مستوى المحافظه، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ والاستاذ سماح محمد ابراهيم وكيل وزاره التربيه والتعليم بالفيوم والاستاذ ياسر شعبان عبده رئيس لجنه النظام والمراقبه للشهاده الاعداديه. وافاد مصدر بمديريه التربيه والتعليم في محافظه القليوبيه انه لم يتم تحديد اعلان نتيجه الشهاده الاعداديه رسميا حتى الان، وقال ان
أعمال التصحيح ما زالت مستمرة إلى الآن ولم تنتهي، مؤكدا أن أعمال التصحيح من المقرر الانتهاء منها يوم الجمعة القادمة على أن تبدأ أعمال المراجعة والرصد للدرجات بدءا من يوم السبت القادم. ولفت إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقيوبية سيتم الإعلان عنها منتصف الأسبوع المقبل. وتفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقيوبية يرافقه طلعت عفيفي خضيري مدير التعليم الإعدادي العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، حيث وصل أعضاء اللجان بالكنترول أعمال التصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية في شهادة القيوبية. قبل ما ننهي معاكم حلقتنا بفكركم ان في لينك في صندوق الوصف تقدروا من خلاله تعرفوا النتيجه قبل اي حد. بمجرد ما المحافظ بيعتمد النتيجه في اي محافظه بيتم الاعلان عنها اول باول. تقدروا دلوقتي تدخلوا على اللينك وتعرفوا جميع التفاصيل عن نتائج الشهاده الاعداديه. وبكده تكون انتهت حلقتنا، بس ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان دايما يوصلكم كل جديد. طبعا لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك.